بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي الكرام، صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إكرام من قناة دروس إكرام التعليمية. فيديو اليوم عبارة عن درسنا للاحتلال الفرنسي على الجزائر وسياسته الاستعمارية للسنة الرابعة متوسط وفي مادة التاريخ. لنبدأ على بركة الله بفيديونا لليوم. قبل البداية وكالعادة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس التنبيهات لتصلكم كامل الإشعارات على وجود فيديوهات جديدة أنزلها على القناة، إعجاب بالفيديو ونشر الفيديوهات حتى تعم الفائدة الجميع. ولنبدأ بفيديونا لليوم. إذن لدينا هذا هو أول درس في المقطع الثاني. بعد ما درسنا الوثائق التاريخية كالعادة، مضمون معاهدة الاستسلام ورسالة أول نوفمبر، وكذلك رسالة بولينياك التي جاء بها لخطاب الفرنسيين، يعني درسناهم جيدا. حان الوقت لبداية المقطع الثاني. يبتدئ الآن بهذه المعلومات القيمة التي ترونها أمامكم. إذن الكفاءة الشاملة في نهاية السنة الرابعة متوسط، هذا المقطع مع مقطع التاريخ الوطني، يكون المتعلم قادرا على تقديم تحليل نقدي للتطورات التاريخية للجزائر منذ الاحتلال الفرنسي إلى يومنا هذا، مستخلصا ما تضمنته المقاومة الوطنية والثورة التحريرية الكبرى من مآثر وبطولات شعبية. يعني في الأخير راح نقدر ننقد الوثيقة ونقيمها بطريقة بسيطة وسهلة، نقدر نحلل وننقد التطورات والتاريخية للجزائر منذ القدم. إذن وكذلك مآثر وبطولات الشعبية. الكفاءة الختامية يستغل التوثيق التاريخي المناسب في دراسة الاستعمار الفرنسي والمقاومة والثورة التحريرية ومشيدا ببطولاتها. يعني الكفاءة الختامية حتى نقراوها كامل وتقدروا تفهموها بطريقة بعد ما تقراوها وتديروها وتحللوها تقدروا تفهموها. إذن الوضعية الانطلاقية الشاملة، قال لك وأنت تتصفح الكتاب المدرسي لمادة التاريخ وقفت على الأحداث والبطولات وإصرار الجزائريين على مقاومة الاحتلال الفرنسي وسياسته بشتى الأساليب المسلحة والسياسة والتي خلدت إبطالا أمثال الأمير عبد القادر وأحمد باي ومصالي الحاج والشيخ عبد الحميد بن باديس لتنتهي ثورة نوفمبر المجيدة وجوده وتصبح الجزائر حرة مستقلة، فدفعك الفضول للبحث فيها والكشف عن حقائقها. إذن يعني منا راح تخرجوا المركبات الكفاءة، واللي هي الاحتلال الفرنسي وسياسته في الجزائر واللي احنا نطرقوا له اليوم، المقاومة الوطنية في سنة 1830 حتى 1954، الثورة التحريرية الكبرى ما بين 1954 و1962. إذن أول درس سنتطرق إليه وهو الاحتلال الفرنسي للجزائر وسياسته الاستعمارية. أولا مراحل الاحتلال الفرنسي، حادثة المروحة اللي راح نتكلموا عليها وكيف بدأت المراحل تاع الاحتلال تاعنا. استغلوا حادثة المروحة يوم 27 في احتلال فرنسا، وذلك عبر رسالة بولينياك اللي قريناها سابقا، انتهجوها كسبب مباشر وغير حقيقي لاحتلال الجزائر. إذن
لدينا مرحلة الحصار العسكري ما بين 1827 و1830 بهدف إضعاف الجزائر اقتصاديا وعسكريا وترقب موقف الدولة الأوروبية. إذا دوك نفهمكم فيه، نفترض أن هذا هو موقع الجزائر العاصمة كما ترونه حاليا هنا في الصبورة كاملة، يعني لم أكمل الرسم الكامل لكن سنختصر فقط على الجزائر العاصمة. إذا من هنا تقع أماكن أخرى من البلاد الأوروبية، أما من هنا فهو طولون أو ميناء طولون. إذا أقامت فرنسا حصارا ممددا من الحدود الساحلية للجزائر، وذلك بغرض توقيفها. هذا هو الحصار الفرنسي، وذلك بهدف إيقاف الجزائر عن الدول أو عن استيراد وعن عملية الاقتصاد وعن عملية إلى آخره. يعني سيوقفون بهذا الحصار أو بعملية الحصار عمليات الاقتصاد والسياسية والعمليات الأخرى المجاورة لهذه البلاد، مما يجعلها محاصرة. يعني إذن يعني تبقى الجزائر وحدها، يعني تتعامل مع نفسها، لا تجد ما تأكل، لا تجد ما تشرب، يعني يحدث انقلاب في الجزائر، وهذا كله لبقائها وحيدة وعدم وجود أشخاص يساعدونها. يعني ما تقدرش تصدر الأسلحة أو الأشياء أو البنادق أو المسدس أو أي شيء يحتاجه لبداية الحرب، وبهذا تكون فرنسا قوية على الجزائر. ودام هذا الحصار من 1830 إلى نحو 1800 عفوا من 1827 نحو 1830، أي طيلة ثلاثة سنوات، طيلة ثلاث سنوات. ستقولون لماذا كانوا يفعلون في طيلة هذه الثلاث سنوات؟ أكانوا يحاصرونها فقط؟ لا، ليس يعني بالرغم من الاقتصاد وما إلى ذلك، إلا أن طيلة هذا الحصار يجب أن يستوردوا أيضا الفرنسيين الأسلحة، يجب أن يجهزوا نفسهم، يجب أن يكون لديهم بنادق، أشياء تحتاج إليها الحرب. فاستعدوا طيلة هذه الثلاث سنوات من أجل إجراء استعمارهم نحو الجزائر. إذن بعد ما تعرفنا على مرحلة الحصار العسكري، نأتي الآن إلى الهجوم وسقوط العاصمة. في 25 ماي 1830 غادرت الحملة العسكرية الفرنسية من ميناء طولون مثل ما قلنا عليه بقيادة الجنرال دي فورمون الذي قام بإنشاء معاهدة الاستسلام يوم 5 جويلية 1830. إذن وذلك نحو الجزائر، وفي 14 جوان 1830 كان الإنزال في ميناء سيدي فرج، وفي معركة سطاوالي 19 جوان 1830 انهزم الجيش الجزائري. ففي هذه الحالة لما انهزم الجيش الجزائري، قرر السيد أو الحاكم الكبير للجزائر في ذلك الحين الداي حسين بعقد معاهدة استسلام مع الجنرال دي بورمون، تتوفر فيها كل مطالبه وكل أشياءه. إذن هذا بالنسبة للهجوم وسقوط العاصمة، سوف نتعرف عليها أكثر.
إذن سنتعرف أكثر على ما يدور حول الهجوم وسقوط العاصمة مثل ما قلنا في 25 من ماي 1830 سقطت العاصمة أو الجزائر، غادرت الحملة العسكرية الفرنسية من ميناء طولون بقيادة الجنرال دي بوربون نحو الجزائر. إذن راحوا كانوا هنا، يعني نفترض أنهم كانوا هنا، غادروا من ميناء طولون نحو نحو الجزائر العاصمة وذلك بقيادة الجنرال دي بورمون إذن ذلك بقيادة الجنرال دي بورمون، والذي عقد معه الداي حسين معاهدة الاستسلام. إذن عقد معه معاهدة الاستسلام. قبل عقده لمعاهدة الاستسلام نزل من 25 ماي 1830 غادرت هذه الحملة الفرنسية من ميناء طولون متوجهة نحو الجزائر، وفي 14 جوان إذن استغرقوا ما بين البحار وال، يعني هم يسافرون في المحيط، إذن أو في البحر، يعني استغرقوا حوالي مدة معينة. بعدها في 14 من جوان كان الإنزال في ميناء سيدي فرج، يعني نزلوا في ميناء سيدي فرج، يعني كان الإنزال هنا بالتحديد. إذن لما نزلوا إلى هنا في 14 من جوان حدثت معركة طاولي، معركة طاولي يعني في سيدي فرجة، لأنه مكفتنيش فقط المكان، إذا حدثت في سيدي فرجة، إذا وذلك في 19 جوان، وكل هذه الأحداث حدثت في عام 1830. إذا انهزم الجيش الجزائري في هذه المعركة بالتحديد معركة اسطبلي، فكانت مرحلة وسقطت الجزائر، فأبرمت معاهدة الاستسلام الذي تعهد بها الداي حسين مع الجنرال دي بورمون، يعني وكان في الجزائر العاصمة. فسقطت العاصمة يوم 5 جويلية. لما يكونوا يقولوا لكم اذا ما كانوش ما عطاولكمش معاهدة الاستسلام، يعني وقال لك قدم الوثيقة او حلل الوثيقة او ما الى ذلك، ما تقول لهمش 5 جويلية هو تاع معاهدة الاستسلام، قل لهم 5 جويلية هو تاريخ سقوط الجزائر العاصمة. ننتقل الان الى مرحلة التوسع. اذا مرحلة التوسع بعد سقوط العاصمة في 5 جويلية 1830 بدأ الزحف والتوسع نحو المناطق الساحلية والجنوبية رغم المقاومة الشعبية العنيفة، يعني كانت مقاومة شرسة، أو بمعنى آخر يعني كانت مقاومة كبيرة. إذن هذه المقاومة الشرسة والعنيفة، رغم هذه المقاومة إلا أنهم قدروا يتوسعوا نحو المناطق الساحلية والجنوبية، لكن استغرقوا وقت كبير جدا حوالي قرن حتى النزول إلى آخر مكان
في الجزائر، يعني آخر منطقة على الجزائر في الجنوب الأقصى، يعني قرن ونصف كله كانوا غير يتوسعوا أو في مرحلة التوسع فقط، ولم يحدث شيء آخر، يعني رغم تلك المقاومات وتلك وسفك الدماء وهذيك، إلا أنهم في مدة طويلة جدا حوالي قرن كامل ونصف حتى وصلوا إلى الجنوب. إذا سنشرح هذه النقطة، نفترض أنه هذه هي الجزائر، أكمل هذه هي العاصمة. إذا ماذا حدث في العاصمة بعد ما سقطت العاصمة؟ ماذا حدث؟ إذا أكملوا احتلالهم نحو آخر نقطة في الغرب، آخر نقطة في الغرب، آخر ولاية، يعني يا إما من هنا وهران، إذا وهران آخر نقطة في الجزائر، يعني في الغرب في الساحل، وأكملوا من هنا حتى عنابة، أو آخر نقطة يعني في الجزائر. إذا من هنا ومن هنا، لماذا احتلوا السواحل أولا حتى يسيطروا على الجزائر كلها أو قلب الجزائر؟ لأنه من السواحل هي اللي راح تروحوا بها إلى الخارج، يعني إلى البلدان الأخرى، مثلا إلى المغرب، إلى عوض المغرب أو تونس التي هي أمامها، يعني طبعا تستطيع أن تطلب الاستغاثة من بلدان أخرى، فبعدم توفر السواحل لا تستطيع أن تطلب المساعدات، فينقطع عليها باب الفرج، يستطيع الفرنسيون إكمال استعمارهم نحو الجزائر، فينزلون من العاصمة أو من أي من المناطق التي احتلوها بهذه الطريقة، ويكملون احتلال البلدان الوسطى حتى آخر منطقة في الجزائر. إذا حتى هذه هي آخر منطقة، يعني سنقرب الكاميرا، حتى هذه آخر كاميرا آخر عفوا نقطة، فتكمل الاحتلال تاعها في حوالي قرن كامل، يعني 100 سنة أو على الأغلب أكثر أو أقل، يعني هذا هو التقريب فقط من احتلالها الجزائر حتى آخر نقطة في هذه البلد، فاستغرقت حوالي قرن كامل. إذا فرغم المقاومة العنيفة وسفك الدماء وموت الشهداء ونزول قطرات الدماء على هذه الأرض، إلا أنها لم تصل في وقت مبكر، يعني هنالك البلدان التي احتلوها حوالي 10 سنوات على الأقل، 10 سنوات يصلون إلى آخر نقطة في هذه البلاد ويحتلونها ويكسبون ثرواتها ويستطيعون أن يقوموا بفعل ما يشاءون في هذه البلد، لكن بمقاومة الشعب الجزائري الخالص وشهدائنا الأبرار لم يصلوا حوالي قرن كامل وهم يقيمون التحديات جيلا ورا جيل، وكل جيل يأتي إلى هنا ويأتي إلى هنا ويأتي إلى هنا حتى يصل إلى آخر نقطة، ولم يصلوا حتى 100 قرن، 100 قرن، حقبة زمنية طويلة جدا جدا جدا. درس هذا شوية طويل، لكن سنحاول أنه نديروه في كامل النقاط نتاعه. إذا بقت لنا النقطة الثانية وهي السياسة الاستعمارية في الجزائر، إذا عندنا السياسة وعندنا مظاهرها، يعني كيف تبدو هذه السياسة؟ إذا عندنا 4 سياسات انتهجتها فرنسا لاستعمار الجزائر وجعلها بلادا معها، كأنها بلد واحد، يعني فرنسا كانت يعني الجزائر مسمية فرنسا بفرنسا، يعني بلدها أو التابعة لها، فكانت كبلد واحد اسمه فرنسا، ولا توجد كلمة الجزائر،
أما المستوطنون في هذه البلاد واللي هي الجزائر يدعون العرب أو المسلمون، ولا يدعونهم بالجزائريين خوفا من أن يعبروا عن أن هنالك أو كانت هنالك بلد في هذه الأرض. إذن هنالك السياسة الأولى والتي سندرسها وهي الإدماج. إذا مظاهرها تكون كالآتي: إذابة الجزائر في الكيان الفرنسي من خلال عدة قوانين، وهي الجزائر الفرنسية مثل ما قلت لكم، قانون كريميو 1870، التجنيد إجباري أو من قانون 19 و2، يعني سنشرحها بالتفصيل. إذا سنبدأ بشرح تلك الأفكار التي قلت لها لكم، إذا وهي كالتالي: سياسة الإدماج والتي انتهجتها الجزائر والتي انتهجتها فرنسا من أجل تحقيق طموحاتها واستعمار الجزائر. إذا هي أول سياسة، واحد، هذه هي أول سياسة انتهجتها. إذا ما معنى سياسة الإدماج؟ أي أنها أدمجت الجزائر أو أصبحت الجزائر وفرنسا بلدا واحدا، وأصبحت هي كل شيء معها. يعني عوض أنه نقول الجزائر نصبح نقول فرنسا، يعني فرنسا الجزائر وفرنسا فرنسا البلد الحالي لها. إذا ماذا عملت أو ماذا أعطت من قوانين؟ قالت أن الجزائر تساوي فرنسا، يعني هي فرنسية. يعني عوض أن نقول الجزائر نمحو هذا الاسم ونحط مكانها فرنسا وتصبح فرنسا. إذن وتصبح فرنسا، إذن تصبح فرنسية وبلد مستعمرة فرنسية. إذن قانون كريميو الذي طبقه الأستاذ كريميو، والذي قال أن أي يهودي أو نصراني أو أي شيء، يهود أو نصارى، مسيح إلى آخره، يجب أن نجيبهم إلى الجزائر، إذن يجيبهم لنا نحو الجزائر، إذن يحطوهم لنا هنا في الجزائر. التجنيد الإجباري، يعني اللي يحب يدخل إلى العسكر، يعني كامل يدخل العسكر تاع فرنسا، واللي هو التجنيد، أولاد الجزائر أو العرب مثل ما كانوا يسمونهم يدخلون في سن 18 سنة. أما الأولاد الحقيقيين لفرنسا يجندون في السن 21 سنة. إذا أترون العنصرية؟ 21 سنة وهذا 18 سنة. إذا يريدون أن يجذبوا أولاد الجزائر إلى فرنسا ويوفروا لهم المأكل والصحة والبيوت والقصور وأي شيء مهما كان، المهم أنهم يقبلون العمل مع فرنسا. ودائما ما يضعونهم في مقدمة الحروب، مثلا يأخذونهم إلى حرب من الحروب التي تخوضها فرنسا ويضعونهم في المقدمة حتى يموتهم في هذه الحرب، أما أولادها فيكونون محميين من طرف الجزائر. في قانوننا الثاني أو السياسة الثانية التي انتهجتها فرنسا لاستعمار الجزائر، وهي سياسة الاستيطان، حيث أنها شجعت الهجرة الأوروبية إلى الجزائر عن طريق مصادرة الأراضي، إذن عن طريق مصادرة الأراضي الزراعية وبناء المستوطنات. إذن هذا بالنسبة للاستيطان، سنشرح هذه الفكرة بالتفصيل. إذا انتهجت فرنسا سياسة أخرى لاستعمار الجزائر أو لتقوية استعمارها في الجزائر، وهي سياسة الاستيطان. ما معنى الاستيطان؟ معناه هجرة من بلدك الأصلي نحو بلد آخر مستعمر.
نحو بلد آخر مستعمر، وذلك عن طريق يعني يدفعوا اليهوديين، هذا عكس ماشي يهوديين أو نصرانيين أو يعني اللي ساكنين مستوطنين أوروبا، يعني الأوروبيين رجعت الأوروبيين أوروبيين يعني سكان فرنسيين إلى الهجرة نحو الجزائر. وأنتم تعلمون أن لا أحد يغادر بلده لله في سبيل الله، يعني بلا ما يعطوله بلا مقابل، يعني عندهم مقابل، يعني عندهم حاجة راح يمدوها لهم أو يكتسبوها مقابل هجرتهم إلى الجزائر، وهو كالآتي: إنهم يحمونهم من أي خطر مهما كان، يعني يحطوهم تحت الأنظار وفي حمايتهم، ولا يحدث لهم أي شيء من قبل الجزائريين الذين كانوا يسمونهم الفرنسيين بالعنيفين والغير مؤدبين وغير أخلاقيين إلى آخره، فيحمونهم في حيز ويوفرون لهم المناصب ومناصب الشغل ومناصب العمل، يوفرون لهم بيوت ويوفرون لهم قطع الأرض، يعني لهم أراضي كاملة لهم، وكذا يبنون مستوطنات لهم ويجعلون لهم حياة أو يوفرون لهم حياة الرفاهية والرخاء عند هجرتهم من أوروبا نحو الجزائر. يعني على بالي ماشي أوروبا منا، لكن حبيت فقط به تبان لكم الصورة أوضح، يعني يسافرون من هنا إلى هنا. إذن ننتقل الآن إلى سياسة التنصير، نشر المسيحية والقضاء على الإسلام عن طريق تحويل المساجد إلى كنائس، الاستيلاء على أموال الأوقاف، نفي الأئمة، يعني كانوا يريدون نشر المسيحية بهذه الطريقة. بعدما قلنا أنه استغلوا سياسة الاستيطان، نمر الآن إلى سياسة أخرى وهي سياسة التنصير، وهي السياسة الثالثة وما قبل الأخيرة، انتهجتها فرنسا لنشر المسيحية، يعني يريدون أن يقضوا على دين الإسلام، يعني الإسلام والدين والنبي لا يوجدون، يريدون غرس في الشبان الجزائريين الناشئين الذي لم يستقم عودهم بعض بعد المسيحية، ويقضون على الإسلام بطرق غير طبيعية، يعني لأجل لكم دينكم ولي دين، ليس يجب أن يكون نفس الدين على جميع الناشئين، وهذا كله من أجل أن تكون الجزائر كفرنسا باستغلال طرق أثرية، يعني تهديم الجوامع والكنائس وتحويلها إلى كنائس، يعني هنالك من هدمت، يعني هدمت هذه الجوامع، وهنالك من استبدلت بكنائس، هنالك من أصبحت كنيسة للصليب وعبادة الأصنام التي ليس لها فائدة في عندنا، يعني ولكن الشعب الجزائريين لم يتبعوا أو لم ينتهجوا سياسة الكنائس، بل قضوا عليها ويصلون في بيوتهم ويقومون بالإسلام في بيوتهم ويعملون كل شيء من أجل عدم نشر المسيحية والقضاء عليها. كانوا يريدون أيضا الفرنسيين استغلال أموال الأوقاف، يعني الصدقة أو ما إلى ذلك، وتحويلها إليهم وإلى بلدهم، يعني يدوها إلى بلدهم، يعني كانت الصدقة كبيرة جدا، فأصبحت حالات الفقراء المساكين مزرية مما أدت إلى الموت، يعني ماتوا كلهم أو جميع الفقراء المساكين من هذا العمل. كذلك استغلوا كل الطرق من أجل نشر المسيحية من خلال تعليمها في المدارس وانتهاجها كدين أصلي لهذه البلاد.
إذن وآخر سياسة أو السياسة الرابعة وهي الفرنسة، يعني إحلال اللغة والثقافة الفرنسية محل اللغة والثقافة العربية عن طريق غلق المدارس العربية، تشويه التاريخ، اعتبار اللغة الفرنسية لغة رسمية. إذن وأخيرا وليس آخرا والسياسة الرابعة وهي سياسة الفرنسة وهي السياسة الرابعة والأخيرة من سياسات الاستعمار في الجزائر. إذن هي أنه في قانوننا أنه اللغة العربية هي لغة رسمية، لكن هم طمسوا اللغة العربية وأحلوا مكانها اللغة الفرنسية. إذن أحلوا مكانها اللغة الفرنسية، لذا نجد معظم أجدادنا يتكلمون به اللغة، يعني كانت طاغية عليهم، فأبدلوا المدارس فيها اللغة العربية بمدارس أخرى صليبية تحث على اللغة الفرنسية، شوهوا تاريخنا العريق تاريخ الجزائر، وكانوا يتحججون أمام الدول بأنهم يريدون أن يعدلوا من ثقافتنا وأننا لا نعرف شيئا عنا، وأنهم يريدون طمس تاريخنا لأنه غير موجود في أي كتاب مهما كان، هذا التاريخ كأننا اخترعناه وهو غير موجود ولم تحصل معنا تلك الأحداث التي قمنا بكتابتها في ذلك التاريخ. وكذلك اعتبروا هذه اللغة لغة رسمية وعملوا أعمال كثيرة وشجعت على احتلال هذه الدولة والتي كانت بين أيديهم، لكن لحسن الحظ هنالك شهداء قاوموا من أجلنا ومن أجل حرية هذه البلاد. سندرس هذا الدرس في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذا عندنا أربعة سياسات: سياسة الإدماج، سياسة الاستيطان، سياسة التنصير، وسياسة الفرنسة. أربعة سياسات استعمارية في الجزائر. ننتقل إلى إدماج جزئي وهو آخر حاجة رح ندرسها في هذا الدرس. ما هي الانعكاسات السياسية الاستعمارية؟ ماذا خلفت هذه السياسات؟ خلفت التفقير، التشرد، التمييز العنصري، يعني كان فقر كبير أدى إلى الوفاة لا قدر الله، التشرد، يعني أصبحت ظاهرة التشرد منتشرة لأن المنازل أعطوها للمستوطنين من أوروبا، و يعني شغل طردوا الجزائريين من سكنهم أو من سكناتهم الأصلية. التمييز العنصري، يعني كان هادوك يتجندوا في 18 سنة، هادوك يتجندوا في 21 سنة، لا غير هذا التجنيد، كان هنالك تمييز آخر عنصري، مثلا هادوك يتلبسوا مليح ويأكلوا مليح ويعيشوا مليح وعندهم بيوت خير من البيوت الجزائرية، وتبع الجزائريين يعيشوا في بيوت قصديرية لا يأكلون جيدا، يعانون من الفقر، التشرد، كل أنواع التعذيب، استغلال خيرات الجزائر في بناء دولة فرنسا وتطويرها، كما أنه برج إيفل يعني بني من حديد الجزائر. محاولة القضاء على الشخصية الوطنية، يعني حاولوا أنه يطمسوا الشخصية نتاعنا، الهوية الوطنية واللي هو العلم الوطني، السيادة الوطنية، رموز الدولة إلى آخر، قضاءوا على الدولة الجزائرية واستبدلوها أو أحللوا محلها دولة فرنسا الأمية، يعني كانت قبل ما يدخلوا هذا الفرنسيين من تعنيفهم وهذا كانت الأمية 0% تقريبا، لكن بعد ما دخلوا خلوها 99% من الأميين، يعني كان غير 1% برك منهم اللي متعلمين، لذا خلفت أمية يعني كامل النجج وهلا ما يقراوش وما يكتبوش وما يعرفوا يديروا ولا شيء. وبهذا
نكون أنهينا درسنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتم جيدا من هذا الدرس وعجبتكم منهجية التدريس التي انتهجتها اليوم يعني بالصبورة وكذا، يعني شرحت لكم كامل النقاط. إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم في هذا الفيديو، يعني هو جا شوي طويل لكن شرحنا فيه كامل الأشياء واستغللنا كامل النقاط. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا قبل نهاية الفيديو دعمي باشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس التنبيهات لتصلكم كامل الإشعارات على نزول فيديوهات جديدة على القناة، إعجاب بالفيديو ونشر الفيديوهات حتى تعم الفائدة الجميع. ولننتهي من هذا الفيديو، مع السلامة، نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله. أخبركم كذلك أني نزلت فيديو حول في قناتي الثانية لتروه، هو مفيد جدا. مع السلامة.